المشروع اولا، هل قليل هذا داود سانتياغو انه كان فقيها؟ يعني كيعرف الفقه، واخا يهودي كان يعرف الفقه الاسلامي ومحتك بالفقه الاسلامي واحترمه وادخل كثيرا من احكامه في القانون. ثانيا ان القانون الفرنسي نفسه الذي استقى منه يعني هذا المشروع اللي هو اللي كان مشروع انذاك هو القانون، يعني بدوره متاثر بالفقه الاسلامي لعده اسباب، اسباب تاريخيه كبيره، يعني المذهب المالكي كان سائدا في الاندلس وفي اوروبا، ومن ثم تسرب الى القانون الفرنسي عندما جمعت الاعراف واصبحت نصوص قانونيه. على كل حال كاين الادله اللي بغى يرجع للتاثير ديال الفقه الفرنسي والتاثير ديال الفقه المالكي على الفقه الفرنسي، يمكن يرجع لواحد الكتاب سميته المقارنات التشريعيه في اربعه اجزاء، ياتيكم بالنص الروماني وياتيكم بالنص الفرنسي وياتيكم بالنص الفقه المالكي. كيقول لك خو شوف هذا النص واش مخوذ من القانون الروماني ولا مخوذ من الفقه المالكي. رجعوا لهذه الامكانيه لما تفرجوا من هذا المجال. بالنسبه للمحتويات، قانون التزامات العقود يحتوي على كتابين كبيرين. كتاب اول بطبيعه الحال يتعلق بالالتزامات بوجه عام، ويتضمن مجموعه من الاقسام. القسم الاول مصادر التزامات واوصاف التزام، ثقل التزامات، اثار التزامات، بطلان التزامات وابطالها، انقضاء التزامات، اثبات التزامات، واثبات البراءه منها. اذا هذه الاقسام ديال الكتاب المتعلق بالتزامات بوجه عام. وفي هذا القسم هذا هو اللي كندرس فيه النظريه العامه للالتزام، هي المبادئ العامه والقواعد الكليه التي تحكم الالتزامات في مجموعها، دون ان نتعرض بطبيعه الحال للقواعد التفسيريه الخاصه بكل التزام على حده. ومن هنا جاء وصفها بالنظريه، وتعد النظريه هذه ركيزه الحقوق المدنيه، وهي بمثابه العمود الفقري من جسم الانسان، فهي الشريعه العامه للقوانين التي تفرعت عن القانون المدني، بحال القانون التجاري وبحال القانون البحري. ومن ثم فان الالمام بالنظريه العامه التزامات ينمي الحس القانوني ويؤدي الى حصول الملكه والحق في العلوم القانونيه، لان هذه النظريه يتبلور فيها ما يسمى بالمنطق القانوني. فمن ملك نصية هذه النظريه ملك زمام الفهم السليم لجميع القوانين الاخرى. دائما اركز على ان النظريه العامه للالتزام ينبغي للطلبه ان يفهموها جيدا. اذا ما فهمتيش النظريه العامه راه ما غاديش تاخذ الاسس الكبرى لقانون التزامات والعقود بشكل عام. اذا شاطرت غادي نتكلموا على بعض التغييرات اللي عرفها القانون الفرنسي على مستوى المصادر، لان المشرع المغربي كان تابعا في كثير من الاحيان لنظيره الفرنسي ونظير القانون الفرنسي بطبيعه الحال. وهذه القوانين المدنيه بشكل عام وهذا قانون التزامات والعقود بشكل عام يقاوم السنين، راه 1913 وحنا دابا بشحال، ومع ذلك ظل عاصيا على التغيير وما زالت مكانته قويه. بحال القانون المدني اللي بقى 200 سنه عاد دخلت عليه واحد التعديلات في 2016، القانون الفرنسي للاسف بعض الانتقادات التي وجهت للقانون المدني الفرنسي على مستوى المصادر، على مستوى حديثه عن اشباه العقود وعن اشباه الجرائم، تداركها في التعديلات 2016، ولكن ما زال مشرعنا المغربي ما زال يتحدث عن اشباه العقود وعن اشباه الجرائم كمصدر من مصادر الالتزامات. على كل حال هذه الامور ان شاء الله يمكن نفصلوا بها. المحتوى ديال الكتاب تذكر تفصل شويه. وعلى كل حال الكتاب الثاني هو كيتكلم عن الالتزامات والعقود، يعني كيتكلم على العقود بشكل عام، يعني العنوان ديالو مختلف العقود المسمات وفي اشباه العقود التي ترتبط بها. راه بديل الكتاب الثاني بعد من 478 الى 1240. لا يمكن نبقى نقرا هنا، ما غاديش نكمل الحصه سمحوا لي. اذا الكتاب الثاني فيه العقود المسمات، مختلف العقود المسمات، فيها القواعد الخاصه بها وما الى ذلك. اضيفت اليها مجموعه من النصوص التي اقتضت، يعني كاين بعض التعديلات، لان كتعرفوا النص عندما يكون النص القانوني يجمل القواعد القانونيه، وبالتالي لا يمكن للمشرع 1913 ان تكون له يعني القدره على ان يفكر فيما سيقع في 1922، وبالتالي دائما ينبغي ان نلاحظ في التعديلات القانونيه كل مره كنديروا تعديل. وبالتالي هذا القانون التزامات العقود لو مثلناه رجلا لا بدا لكم يعني شيخا هارما يلبس ثيابا رتبا ومرقعا، كل مرة
البريد الالكتروني راه نصبوا على وديروا وهكذا. اذا انا التساؤل وهذا التساؤل ربما يكون تساؤل وجيه، واش هذا القانون التزامات العقول؟ صحيح قليل الاستقرار المعاملات وما الى ذلك، واش ولكن واش يعني عاقبة النساء ان تلد من يستطيع يعني تعديله من جديد؟ راه القانون الفرنسي صمد شحال ما صمد، ولكن وقعت تطورات وتغيرات والمجتمع تغير وبعض العقود وبعض النصوص اصبحت ميتة، ما بقاش عندها دور. واش الم يأن الاوان للتدخل التشريعي يعني ويكون واحد التعديل شامل يتناول كل يعني المستجدات التي يعرفها ويستخدم طبيعة الحال الدراسات العديدة والمتعددة التي أقيمت حول قانون الالتزامات والعقود المغربي حتى لا أضيع يعني الوقت على اللجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإن كانت بعد التساؤلات إن شاء الله نتمنى المناقشة، وشكرا للأستاذ الفاضل.